تركب طيارة ب 5 جنيه؟ ممكن. هل تركب طيارة ب 30 جنيه؟ ممكن. هل تركب طيارة ب 90 جنيه 70 جنيه؟ ممكن. هل ممكن تركب طيارة ب 115 جنيه؟ ممكن. وال 115 جنيه دي هي طيارة النهاردة، زي ممكن تركب طيارة ب 115 جنيه تسافر بيها إلى بلد. دي كانت ذهاب بس 320 جنيه ذهاب وعودة، قدرنا إن احنا نسافر ولكم ازاي نسافر حول العالم بأقل التكاليف وأقل الطرق الممكنة للناس اللي حابة إن هي تسافر وتوفر فلوس. الناس اللي بتاعت الرفاهية وتدفع فلوس كتير مش معايا، مش متاح الأوبشن ده معايا. انتظروني النهارده هقولكم على كل تفاصيل خطوه بخطوه ازاي نقدر نسافر، وفوق كل ده نحجز طياره ب 320 جنيه للبلد دي، والاقامه فيها زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي في الفيديو ب 89 جنيه مصري في الليله، ليله واحده 89 جنيه هقدر انام، مش هحتاج اكتر من كده. مصاريف هتكلفني كام يوم ما تتعظم يعني؟ مش هتكلفني كتير. اللي حابب يسافر هيسافر بكل الطرق. انتظروني على انستجرام باك باكر مونديال عادل حول العالم، 101 دوله حول العالم مع عادل، واقول لكم ازاي نسافر حول العالم باقل التكاليف واقل الطرق ممكنه على الانستجرام، وهنزله دلوقتي برضو على كل بلاتفورمز لو حد حابب يتابع بس كل تفاصيل خطوه بخطوه دقيقه بدقيقه على الانستجرام. اشوفكم ان شاء الله النهارده من دوله جديده، هي مش جديده بالنسبه لي بس ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. الى اللقاء.